هل تلعب ندى أبو فرحات دور أم أمل بوشوشة؟ كل الشخصيات لها علاقة ببعضها بنهاية المسلسل. هاي ندى، خلينا نحكي عن أول عمل أولاد آدم، شو بتقولي لي عنه؟ بدي أقول لك إنه من أحلى الأدوار يلي لعبتها، من أحلى الأدوار، فيها كتير تشالنج الدور، قاسي كتير، واللي حبيته أكثر إنه نحن قبل أنا وكارول عبود، يعني دوري ودورة بنفس القصة. فالاثنين بيلتقوا بالسجن من بعد ما الشخصية اللي بتلعبها ندى واسمها زينب بترتكب جريمة قتل وتاخذ حكم مؤبد. الدور شريرة ولا منيحة؟ شريرة. حسيت انت عم تحكي اصلا حتأذي بالمسلسل الكابل ماجي وماكسيم ولا الكابل دانييلا وقايس؟ رجع بقول لك ما في اذى، الواحد مين المتضرر من القصص الاخطاء اللي نحن بنعملها كلنا او اللي انت بتعمليها بالمسلسل؟ الكابل سناد عاملة خط احمر ما حدا رح يحميكي منها. أما المسلسل الثاني اللي بتشارك فيه ندى هالسنة فهو مسلسل النحات بدور سلمى. عم تتهمني بالخيانة؟ أنت ما تحكي ولا كلمة. الحلو بالدور أو بدوري أنا بكل الأدوار إنه شيء كذا مرحلة بشوف الدور، يعني مرحلة الأدوار اللي هي بعمر صغير. أها. والمرحلة اللي هي بعمر فوق ال 55. ففي كثير لذيذ إنه الشكل رح يتغير كومبليتلي، يعني أنا بالعمر ال 55 رح يكون وجهي كثير تعبان. وهل تعب مش سببه بس الكبر بالسن، فهي بتعاني من علاقة الحب اللي بتربطها بباسل خياط. طيب تركنا هلأ من جميل الوفا ورسائله وإشاراته. مين هو الاسم اللي ماله موجود بسجلاته اللي لحد هلأ في ناس خايفة منه؟ بنشوف نتائجها على المرحلة الكبيرة تبع هيك الشخصية، كيف أثرت عليها وعلى عائلتها وعلى بنتها. تشي عندها علاقة كتير صعبة مع بنتها، كانت كتير تهملها وما كنا نعرف السبب، فبيبين السبب شوي وشوي مع القصة. امرأة الكوليك ديبرست، بتروح عند حكيمة نفسانية عم تتخبط مع حالها. وبما أنه أمل بوشوشة بطلت العمل أيضا، فإحنا حاولنا نعرف من ندى إذا ممكن تكون بنتها بالعمل، وهذا كان جوابها. كمان أنا شفت هيك بتريلر شوي أمل بوشوشة مكبرينا بالعمر شوي، أمل بتكون مين تقربك بالمسلسل؟ أمل بيكون يعني طبعا مش إيه بس شو العلاقة؟ كل الشخصيات إلها علاقة ببعضها بنهاية المسلسل، وهذا الشيء كتير حلو. شو بدكم؟ هذا أنت اللي بالصورة، الشخص اللي معك. والشخصيات المركبة كمان بتشوفوها بأدوار باسل بالمسلسل، فمثل كل سنة عم بيقدم دور مختلف ومعقد. مثل شفت كمان باسل خياط بيلعب دور بالمصارعة، شيء اللوك كتير مختلف. ايه باسل اخذ 3 شخصيات صح بالمسلسل، وهذا كمان بعد تشالنج كتير 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 قوي لقلو، وطبعا مثل العادة عم بيقبلك يعني.